يا صباح الفل يا كابتن شريف. كلام لسه بقى خير على كل الجماهير صباح البلد. النهارده هنتكلم مع بعض على السوشيال ميديا. يمكن السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجه اساسيه في كل افراد المجتمع، فدي بقت حاجه مهمه جدا في حياتنا كلنا. يمكن السوشيال ميديا انا برضو حبيت يعني اوريك جزء ايه المهم في السوشيال ميديا. مثلا انا دلوقتي موجود عندنا النهارده بطوله النادي الاهلي، والحمد لله لسه كنا بنلعب من شويه، بنلعب خارج الصيد وربنا كرمنا وكسبنا الحمد لله. النادي طبعا داخل البطوله دي عشان ناخدها كالعاده، واحنا الاول ولسه كسبانين من شويه، ووش الحلو علينا لميس، وده جزء من السوشيال ميديا. يعني ان شاء الله بعد ما اخلص طبعا اكيد عايش جمهوري معايا على السوشيال ميديا، على الصفحات بتاعتي اذا كان تويتر انستجرام فيسبوك، لازم انزل واتابع واعرف المشاهدين اللي الحياه اليوميه بتاعتي ماشيه ازاي، ده جزء منها. مع ان انا كانت السوشيال ميديا فيها جزء سلبي الى حد ما، يعني طبعا الترابط اللي كان موجود بين الاصدقاء والاسره والاقارب والحاجات اللي كانت بتجمعنا قوي مع بعض الاول، ان احنا لازم نشوف بعض ونقابل بعض ونود بعض، كل ده بقى سهل جدا بالنسبه للسوشيال ميديا. ان انت المسج واحده بتبعت 200 300 واحد، ممكن 1000 واحد، وخلاص انا كده بقى كلمت الناس كلها وعيدت على الناس كلها. طبعا الحاجات دي انا شايفها حاجات سلبيه، بس في نفس الوقت ده التقدم وده الجديد في التكنولوجيا.